السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل عصير الليمون بالنعناع بدون ما يمرر ولا يسود أبدا. هنعمله بطريقة جميلة جدا وهقولك المقادير المظبوطة عشان ما يمررش معاكي ولا يسود. معايا 5 ليمونات، بس الليمون صغنن، لو الليمون كبير يبقى 4 ليمونات، يبقى كل كوب مية هياخد معاكي ليمونة واحدة. اتفقنا؟ أهم حاجة اللي بيخلي عصير الليمون بالنعناع يمرر معاكي ويسود النعناع، عودين بس خفاف كده ما نزودش على لتر ميه. اتفقنا؟ يبقى هنا 5 ليمونات هياخدوا معانا قد ايه من الميه؟ هياخدوا لتر واحد من الميه، هياخدوا عودين من النعناع، هياخدوا 5 ليمونات. اتفقنا؟ هنقشرهم دلوقتي، هقشر معاكم واحده واكمل انا الكميه، وهقولك كمان قشور الليمون اللي هيطلع ده مش هنرميه. انا باخده كده، باخد القشور بعد تقشيرها وبسيبها تنشف، بستخدمها بديل الفانيليا، جميلة جدا. اتفقنا؟ هتقشري بس ترقي السكينة كده عشان اللحم بتاع الليمون ما يطلعش في قلب السكينة. شايفين كده؟ برق السكينة خالص واقشره. واهم حاجة الليمونة ما تكونش معاكي بايظة، الليمونة تكون سليمة عشان ما تغيرش طعم الليمون معاكي. بصوا القشور اللي قشرتها كده بفردها بقى واسيبها على رخامة المطبخ تنشف براحتها، بعد كده بطحنها وبحط معاها كيس واحد من الفانيليا، بتديني نكهة الفانيليا بالظبط، وده بديل الفانيليا. اتفقنا؟ نركنه كده على جنب. طيب لتر الميه هياخد قد ايه من السكر؟ والسكر طبعا حسب رغبتك، عايزاه زياده، عايزاه مظبوط، عايزاه ناقص. انا هنا على اللتر هخليه مظبوط، هيبقى كوبايه من السكر هنزل بيها على اللتر من الميه. اهم حاجه تاني خطوه عشان عصير الليمون ما يمررش معاكي، نمسك الليمونه هنقسمها نصين كده، شايفين كده؟ البذر طبعا كله هيخرج كده بطرف السكينة كده، ونشيل البذر عشان البذر بردك اللي بيسبب المرارة، والقشر الليمون ما يتحطش بالقشر عشان القشر بردك تاني حاجة بيسبب المرارة. يبقى 3 أسباب بيسببوا مرارة عصير الليمون: كتر النعناع، البذر اللي داخل الليمون، قشور الليمون لو اتحطت مع العصير هتمرر. طبعا زي ما اتفقنا النعناع مش بالعود بتاعه، القطفه اللي من فوق، ماشي بالظبط عودين، ناخد القطفه بتاعتهم عشان ما يمررش معانا على اللتر واحد من الميه. اتفقنا؟ هضربهم ضربه حلوه في الخلاط ونرجع نصفيهم مع بعض. نبتدي بقى نصفيه. بصوا لونه فاتح ازاي، لو انت مكتره النعناع هتلاقي لونه مغمق كده مدي على الخضار، انما طول ما هو فاتح كده هيطلع طعمه مظبوط زي الكافيهات، مش هيمرر خالص. اهم حاجة التصفية اللي بتطلع دي لو سبتيها هتلاقي الليمون مرر معاكي. صفتيها يبقى كده الخطوات بتاعتنا كلها مظبوطة وعصير الليمون يطلع معانا مش ممرر خالص. هكمل التصفية كلها ونرجع نشوفه في الاخر. بصوا بصوا اللون عامل ازاي، من غير ولا لبن ولا اي حاجة. عصير الليمون بالنعناع جميل جدا زي الكافيهات بالظبط، وعملنا بديل الفانيليا بطريقة سهلة خالص. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.